كلثوم. الآن مستمعينا نسهر مع كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي ورباعيات الخيام. رباعيات الخيام التي نستمع إليها الليلة مستمعينا ونسهر معها نسخة من حفل من دار سينما ريفولي بتاريخ 21 إبريل 1955. غنت سيدة الغناء العربي في هذا الحفل ثلاث وصلات، في الوصلة الأولى يلي كان يشجيك أنيني، وفي الوصلة الثانية رباعيات الخيام التي نسهر معها الليلة، واختتمت الحفل مستمعينا كوكب الشرق بيا جمال يا مثال الوطنية. اختار لكم حفل كوكب الشرق الليلة الزميل حسن حمدي سيف النصر، وتسعيد دايما مع كوكب الشرق، واتمنى لكم اسعد الاوقات عبر اثير موجتنا. سيدتي سادتي مساء الخير. فات حوالي نص ساعة او اكتر شوية، ودحنا دلوقتي بنتقابل مرة تانية في سينما ريفولي بالقاهرة مع سهرة ام كلثوم ومع كلية البوليس، وهي بتحتفل بتخريج فوج جديد من طلبتها اللي أصبحوا ضباط. الكلية زي ما قلت لكم داعية ضباط كتير، وداعية الطلبة المتخرجين، وداعية بعض قادة الثورة. حضر منهم في الأول السيد وزير الداخلية، ثم حضر بعد فترة القائم مقام أنور السادات وزير الدولة. شفنا في الفاصل الأول اللي قدمته كوكب الشرق أم كلثوم إنها خدتنا في رحلة عاطفية، رحلة حالمة، ودلوقتي هنشوف الرحلة التانية هنروح فيها فين. هي فعلا رحلة لكن من نوع جديد، رحلة مش مع العاطفة، مع الفكر، رحلة مع التأمل، مع إنسان كبير كان بيسمو على نفسه ويبحث وراء المعرفة وينبش وراء حقائق الوجود، يحاول أن يصل إلى السر، يحاول أنه يعرف ليه جينا وفين رايحين وإيه مصير الكون وإيه دلالة وجود الإنسان في الكون، وعرف معنى الخير وعرف معنى الشر، وتقلب في الدنيا في الحل والمر، عاش مع اللذات وعاش مع الأهواء وعاش مع التصوف، وتخبط كما يتخبط أي إنسان يريد المعرفة ويبحث وراء الحقيقة، حتى يصل في النهاية إلى اليقين بعد رحلة متعبة، يصل إلى الله. هكذا كان الخيام الفيلسوف الفارسي الكبير، وهكذا كانت رباعياته التي نقلها شعرا إلى العربية الشاعر أحمد رامي، وتغنيها في الرحلة الثانية كوكب الشرق أم كلثوم. وهحاول إذا كان الوقت يسمح، معرفش أم كلثوم هتقدم الأغنية بعد دقيقة واحدة ولا بعد خمس دقائق، إذا كان الوقت يسمح هقول لكم بعض أبيات من القصيدة. في ايدي دلوقتي كتيب صغير وفيه رباعيات الخيام، بيقول فيها الخيام الفيلسوف الكبير: سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى قبل ان تملأ كاس العمر كف القدر، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان، غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي. بعد هذا ينفرج الستار، أما بقية القصيدة فتستمعون إليها من أم كلثوم.
السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا الأوان واغنم من الحاضر.
تدل بزهر الغيب، واليوم لي غد بزهر الغيب، واليوم لي غد بزهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل، غد بزهر الغيب، واليوم لي غد بزهر الغيب، واليوم لي غد بزهر الغيب، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أرى قد أضنى عشق الجمال، القلب قد أضنى عشق الجمال، القلب قد أضنى عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما القلب
مرة بي ما
في الظل هذا السحر نادى داعي النوم ونادي الوطن أفل خفي الظل هذا السحر نادى داعي النوم ونادي الوطن أفل خفي
فكمت على الليل
Thank you.
لك منه قبل فوت I'm not afraid.
لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الكتب. لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الكتب. Thank you.
وتطلب النفس حماك. ترجمة
كاشف الضر يا كاشف الضر عن البائسين يا عالم الأسرار 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 علم اليقين علم اليقين يا كاشف الضر يا كاشف الضر عن Thank you.
وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم، غنت بإبداع وجلال، غنت الفلسفة والفكر، وصورتهم لنا حياة دافقة، حياة الخيام في رباعيات من الشعر الجميل، طيرة في رأس مفكر، وبترسي في النهاية عند الله الكبير. يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حما طاعتك، أسكرني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك. هكذا سيداتي وسادتي، كانت هذه هي الأغنية الثانية في هذا الحفل الساهر الذي نذيعه عليكم من القاهرة من دار سينما ريفولي. كانت هذه الأغنية رباعيات الخيام، نقلها إلى الشعر العربي أحمد رامي، ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. بقيت لنا أغنية ثالثة سنعود إليها بعد قليل، بعد أن نسمع شيئا من دار الإذاعة. فإلى هناك وإلى اللقاء. عشنا مستمعينا مع سيدة الغناء العربي وكلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي رباعيات الخيام، التي غنتها من حفل دار سينما ريفولي بتاريخ 21 إبريل 1955.